في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة ما يمس منها بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباي من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 18 و19 سنة بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة مع توافر ظرفي التعدد والتسلق والكسر. حيثيات القضية تعود إلى شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرض منزله للسرقة من طرف مجهولين استغلالا لكاميرات المراقبة، وبعد القيام بالمعاينات اللازمة لمنزل الضحية تم تنشيط عنصر الاستعلام أين تم رصد المشتبه فيه على مستوى أحد الأحياء وهو يرتدي حذاء الضحية متجها نحو منزله. بعد أخذ إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تشكيل دورية والتنقل إلى منزله ليحفر عليه هناك. بعد تفتيش المنزل عثر على بعض من المسروقات مخبأة داخله. على الفور تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكه في الجريمة مع تحديد مكان إخفاء باقي المسروقات المتمثلة في مسوغات من الذهب تفوق قيمتها المالية 1 مليار سنتيم، مع استرجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، كمية من الكيف المعالج، ملابس الضحية، محركات خاصة بتصفية مياه المسبح. فور الانتهاء من التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما إلى العدالة.